مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه Minions The Rise of Gru. الفيلم بيبدأ ببيلي فرد من أفراد عصابة الأشرار الستة اللي بتسرق خريطة العثور على الحجر الأسطوري، وده هيقدر يحولهم لأقوى أشرار في العالم كله. وبالفعل بيروح ناكلز زعيم عصابة الأشرار لمكان الحجر بمساعدة الخريطة، وبيوصل للمكان، وأول ما بيقرب عشان ياخد الحجر بيلاقي كائنات معدنية غريبة بتهجم عليه عشان يحمو الحجر، ولكنه بيقدر يتغلب عليهم وبيهرب بنجاح. وأول ما بيطلع من المكان بيلاقي جيش من الكائنات دي مستنية، فبيحاول يهرب منهم وبيطلع فوق تمثال كبير وبيكلم أفراد العصابة عشان يلحقوه، وفعلا بيوصلوا له قبل ما الكائنات دي تمسكه. ولسه ناكلز بيشكرهم انهم انقذوه، بيقول لهم انه سرق الحجر بنجاح، لقاهم بيخطفوا منه الحجر وبيقولوا له سلام انت بقى، وبيغدروا بيه وبيعرفوه ان بقى ليهم زعيم جديد من دلوقتي وهي بيلي. بنكمل مع بعض وبنشوف مشهد في المدرسه، والاستاذه بتسال التلاميذ كل واحد نفسه يطلع ايه لما يكبر، اللي يقول مدرس واللي تقول دكتوره، وفجاه الكل بيستغرب لما بيسمعوا الطفل جرو بيقول انه عاوز يبقى شرير خارق في المستقبل، فالكل بيضحك عليه. بيخلص جرو المدرسه وبيلاقي اصحابه المينيونز مستنيينه، وبنشوف انهم بيحبوه جدا ومعتبرينه القائد بتاعهم، ودايما بيساعدوه على انه يبقى شرير زي ما هو عايز. بياخدهم جرو بيروحوا يضايقوا الناس عشان يحسس نفسه انه كده شرير، بس اللي بيحصل انه بيبقى كوميدي مش اكتر. بيروح جرو البيت مع المينيونز وبيتفاجئ برساله من عصابه الافراد السته اللي كان بعت لهم طلب عشان ينضم ليهم، وبيقولوا له انهم عاوزين يقابلوه بكره عشان يشوفوا هيقدر ينضم لهم ولا لا. بيفرح جرو جدا وبينزل مكانه السري مع المينيونز عشان يقول لهم الخبر، وبنلاقيهم شغالين بكل جد واجتهاد، او مش بالظبط يعني. فبيجمعهم جرو بيقول لهم الخبر وبيفرحوا كلهم عشانه طبعا. بس طبعا جرو ما بيكونش الوحيد اللي رايح المقابله دي، لان العصابه اساسا كانت منزله اعلان انهم عايزين فرد جديد، وده خلى ناكلز يعرف ويراقبهم. وتاني يوم بيستعد جرو لمقابله العصابه اللي بيحلم ينضم لها طول حياته، ولما بيخرج من الباب بيلاقي صحابه المينيونز مستنيينه، وبيقولوا له انهم عاوزين يروحوا معاه بس طبعا مش هينفع. وهنا افتكر وقفتهم جنبه من البدايه وانهم كانوا مؤمنين بيه جدا، بس برضه مش هينفع يروحوا معاه، فبيسيبهم وبيمشي. بس المينيونز طبعا مش هيسكتوا، وقرروا يروحوا من وراه من غير ما يحس، وخدوا معاهم اوتو وده اشقى واحد فيهم. بيروح جرو للعصابه، واول ما بيشوفوه بيضحكوا عليه وبيتريقوا لانه طفل صغير، وبيطردوه بره. وهنا جرو بيزعل جدا وبيتعصب وبيقول انه لازم يثبت نفسه قدامهم. ووسط ما العصابه كانت مشغوله قدر يتسحب ويسرق منهم الحجر الاسطوري وطلع يجري. واول ما العصابه اخذت بالها بداوا يطاردوه، لكنه بيهرب وبيطلع بره المبنى عشان يتفاجئ بالمينيونز مستنيينه، فبياخدهم على العجله بتاعته وبيهرب. والعصابه بتفضل تطارده، وفجاه بيقع اوتو من على العجله وبيقع الحجر كمان معاه، فبيقول له جرو ياخد الحجر ويسبقهم على مكانهم، وانه هيقدر يهرب منهم ويجيله بسرعه. وبالفعل بيهرب جرو منهم وبيرجع البيت عشان يتجمع بالمينيونز في المكان السري، وبيحتفل معاهم انه قدر يسرق الحجر من عصابه الاشرار السته اللي اتريقوا عليه، وبكده قدر يثبت نفسه قدامهم. وبيبدا يدور على اوتو عشان ياخد منه الحجر، وفعلا بيلاقيه وبيساله على الحجر، فبيقول له طبعا معايا، انت بتقول ايه بس؟ وراح مطلع له حجر تاني خالص. طبعا جرو كان هيتشل من الصدمه، وبيقول له الحجر التاني الاصفر ده وديته فين؟ فقال له ياه دي قصه طويله قوي، اصلا وانا راجع البيت لقيت عيد ميلاد طفل صغير ومامته بتديله الهديه وهو ما كانش مبسوط بيها خالص، مع انها كانت عجباني جدا، فانا رحت له بدلت معاه الحجر ده بالحجر اللي كان معايا. وهنا طبعا جرو زعل قوي على تعبه اللي راح على الفاضي، وقرر انه مش هيشتغل مع المينيونز دول تاني، وطلب منهم يسيبوا البيت، واخد بعضه ومشي عشان يروح يدور على الحجر بنفسه. بيخرج جرو عشان يدور على الحجر، وفجاه بيلاقي عربيه بتخطفه، بيشوف المينيون صاحبه وبيحاول يلحقه لكن بيفشل. بيتفاجئ جرو لما بيلاقي ان اللي خطفه هو ناكلز، وبيفرح جدا لانه كان مثله الاعلى في الشر. بس طبعا ناكلز ما بيهتمش بكلامه وبيقول له هات الحجر احسن لك، فبيقول له جرو ان الحجر مش معاه وضاع منه، بس ناكلز مش بيصدقه وبيخليه يتصل ببيته. ولما بيرد المينيونز عليه بيلاقوا ناكلز بيهددهم انهم لو ما رجعوش الحجر ليه في خلال يومين هيقتل جرو. المينيونز بيقلقوا جدا على صاحبهم وبيقرروا يدوروا على الحجر ويوصلوه لناكلز في سان فرانسيسكو عشان ينقذوا صاحبهم. وبالفعل بيبداوا يتجمعوا ويسالوا اوتو عن مواصفات الولد اللي بدل معاه الحجر وفين وفين، لحد ما عرفوا يطلعوا منه بمعلومه مفيده وقدر يوصف لهم الولد بالظبط. راحوا المينيونز يدوروا على الولد ده، ولما لقوه قال لهم ان الحجر ما بقاش معاه لانه ده لعمه، لانه بيحب الاحجار اللي بالشكل ده. وفي نفس الوقت بيشوف اوتو عم الولد وهو معاه الحجر، فبيروح ورا بسرعه وبيسيب صحابه. اما بقيه المينيونز بيقرروا يسافروا سان فرانسيسكو عشان ينقذوا جرو.
بنكمل مع المينيونز الاشقيه وبنشوفهم وهم بيحاولوا يسافروا عشان يوصلوا لجرو، بس طبعا معهمش فلوس يدفعوا حق التذاكر، فجت لهم فكره مجنونه شويه. فخدوا بعض واتنكروا في هيئه طيارين ومضيف الطيران وطلعوا الطياره وقرروا يسوقوها، وهم ما بيعرفوش اصلا يسوقوا عجله، بس طبعا مفيش حاجه صعبه عليهم. وفعلا بيقدروا يوصلوا لسان فرانسيسكو بعد ما بهدلوا الدنيا في الطياره، وبينزلوا بيوصلوا لمكان ناكلز وبيتنكروا بطريقه مضحكه جدا. طبعا الحراس بيشوفوهم وبيشكوا فيهم وبيطردوهم، وبيهربوا منهم المينيونز لحد ما بيوصلوا الحي الصيني، وهنا الحراس بيقفشوهم وبيضربوهم. فبتشوفهم واحده ست محترفه في الكونغ فو بتطلع تدي الحراس علقه محترمه وبتنقذ المينيونز وبيشكروها جدا، وبيطلبوا منها تعلمهم كونغ فو عشان يقدروا ينقذوا جرو، بس بترفض. فبيبداوا يترجوها وبيصعبوا عليها فبتوافق. في الوقت ده بتكون عصابه الاشرار السته بتدور على جرو عشان تاخد منه الحجر، وبيروحوا بيته وبيعرفوا انه بقى مع ناكلز في سان فرانسيسكو وبيقرروا يروحوا له. بيبداوا المينيونز يتدربوا ومستواهم بيبقى في منتهى الضحك ومفيش منهم فايده، وكل حاجه بيبداوا يتعلموها بيفشلوا فيها فشل ذريع. بعد كده بيكون حراس ناكلز رجعوا له وبيعرفوه انهم مش هيشتغلوا معاه تاني لانه مش بيدفع لهم مرتبهم، وفي نفس الوقت اوتو لسه بيجري ورا عم الولد عشان ياخد منه الحجر واخيرا بيلاقيه. وبعد ما بيحكي له القصه بيحبه عم الولد جدا وبيقول له انت رايح فين؟ فبيقول له اوتو انه رايح سان فرانسيسكو، فبيقرر ياخده معاه في طريقه. وعلى الجانب التاني بيضطر ناكلز انه يلجا لجروف انه يساعده في شغل البيت لانه بقى لوحده، وطبعا جروف بيوافق. وفي يوم وهو بينظف حمام السباحه بيشوف فيه تمساح، فبيقول له ناكلز انت خايف ولا ايه؟ وسع لي كده لما اوريك ازاي تتعامل معاهم. الغرور بياخده قوي وبيقع في حمام السباحه والتماسيح كانت هتاكله لولا ان جروب ينقذه بيخاطر بحياته عشانه. فبيستغرب جدا من اللي جرو عمله، فقال انه بيحبه جدا وانه مثله الاعلى واكيد هيحب يساعده دايما. وهنا بيعرض ناكلز على جرو انه يعلمه الشر ويساعدوا بعض، فبيوافق جرو وبيبقى مبسوط جدا. في نفس الوقت بيكونوا المينيونز لسه بيتدربوا ومستواهم بدا يتحسن شويه، فبتقول لهم المعلمه انهم بقوا جاهزين، ولسه ما كملتش الجمله طلعوا يجروا من الفرحه، اتاريها بتقول لهم انهم بقوا جاهزين يبداوا تعليم بجد. بنرجع تاني وبنشوف ناكلز وهو بياخد جرو عشان يعلمه ازاي يسرق، بيدخلوا بنك وبتكون الخطه كالتالي. ناكلز هيمثل انه تعبان وبيموت، ولما الناس تتشغل بيه يبدا جرو يسرق الخزنه، وفعلا بيبدا ناكلز في التمثيل وجرو بيبدا في السرقه. وبيتفاجئ ناكلز ان الدكاتره جايين بالصعق الكهربائي عشان يساعدوه، فقال لهم انتوا قلبتوا الموضوع جد كده ليه؟ ده انا بهزر. بس طبعا بعد فوات الاوان واخد كام صعقه حلوين كده، وفي نفس الوقت كان جرو سرق الخزنه واخد ناكلز وطلعوا يجروا من غير ما حد يحس باللي حصل. وبنرجع نشوف المينيونز وهم رايحين بيت ناكلز ومتقمصين قوي دور جاكي شان. فجاه بيلاقوا عصابه الاشرار السته بيهجموا على البيت وبيدمروه، وبيكتشفوا ان البيت فاضي فبيروحوا يدوروا عليهم تاني. وفي نفس الوقت بيوصل اوتو الحي الصيني وبيشوف مهرجان هناك فبيندمج معاه، وبيرجع ناكلز ومعاه جرو للبيت وبيتفاجئوا باللي حصل، فبيقرر ناكلز انه يستسلم ومش هيطارد ولا ينتقم من حد تاني. وطبعا جرو بيحاول يشجعه بس ناكلز بيتعصب وبيكون متضايق وبيطرده وبيقول له يرجع بيته. بيخرج جرو هو حزين جدا وبيركب عربيه عشان توصله، وهو في الطريق بيشوف اوتو وهو في المهرجان فبيندهله وبيقول له اوتو انه لقى الحجر، وساعتها بيفرح جرو جدا وبيقول له انه فخور بيه، ولسه هيروح عشان يرجع الحجر لناكلز بيلاقي عصابه الاشرار السته قدامه وقدروا ياخدوا منه الحجر. وهنا بيوصل البوليس وبيوقف العصابه، بس زعيمه العصابه بتقول لهم انه محدش هيقدر يوقفهم، وبتدوس على الحجر بنلاقي ارواح شريره خارجه منه وبتحول افراد العصابه لوحوش، وبتبدا المطارده بين البوليس والعصابه اللي تحولت لوحوش مخيفه وبيقدروا يدمروا كل حاجه حواليهم. وساعتها بيظهر ناكلز وبيقول لهم يسيبوا جرو وبيبدا يهددهم، فبتضحك العصابة وبتبدأ تهاجمه، بس هو مش لوحده، مع المليونز اللي العصابة حولتهم بقوة الشر الأرانب وفراخ، وكانت مطاردة مضحكة جدا لحد ما افتكر المينيونز اللي اتعلموه مع مدربة الكونغ فو، وفعلا بيبقى عندهم قوة رهيبة قدروا بها يتغلبوا على الوحوش وينقذوا جرو. وبيحاول ناكلز يخطف الحجر منهم لكنه بيفشل على اخر لحظة، وهنا بتقول بيلي رئيسة العصابة للباقيين يخلصوا عليهم، ولكن المينيونز بيستدعوا قوة الكونغ فو اللي بتقدر ترجع لهم الحجر، وبيستخدموا جرو عشان يحول العصابة لشوية فيران، وبيرجعوا المينيونز تاني لطبيعتهم. وبيقبض البوليس على الاشرار وبياخد الحجر وبينقلوا ناكلز للمستشفى، وتاني يوم بيعرف جرو ان ناكلز مات، وبيروح يحضر الجنازة ومعاه المينيونز وهما متأثرين جدا، وبيتفاجئ هناك ان ناكلز ما ماتش ولا حاجة، ولكنه زي في قصة موته عشان محدش يعرف انه لسه موجود، فبيفرح جدا. وبيقابلوا بعد الجنازة وبيحضنوا وبيقرروا يعيشوا مع بعض عشان يكملوا سوا مسيرتهم. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.